حبيبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في وتم سليمان. اليوم ان شاء الله نعمل الخبيزه القمح القمح الكامل بالنخاله ديالو بكل شيء ديالو كيف ما كتشوفوها بالنخاله ديالو صحيه كتجي كتحمق وهشيشه وكتجي رطبه وكتجي غزاله وعاد في نفس الوقت صحيه. وجربوها ما تندموش عليها ان شاء الله. الوصفه عاديه ما فيها حتى حاجه ديال العالم اخر كل شيء عادي. بسم الله عندي 800 غرام ديال الطحين ها هو فين هو كتشوفوا القمح. غربلت واحد شويه باش نخرج منه النخاله اي واحد شويه ها هو خرجت منه النخاله باش نعملها من بعد في الخبيزه ديالنا من فوق ها هو. عندي مغرفه ونص ديال الخميره الفوريه ها هي فين هي حبيبات المليحه على حسب. عندي واحد الشاشي ديال الخميره 15 غرام ديال الحلوى هذه اللي كنزيدو اللي ماشي دائما. عندي هنايا جوج المغرفات الزيت بلديه والمدافع على حسب. وبسم الله نعجنوا الخبيزه ديالنا مع بعضتنا. حبايبي بسم الله غنعملوا الخميره ديالنا ديال الحلوى وغنعملوا الخميره عاديه حبيبات ولا بغيتو عجينه حتى هي عملوها كلشي مزيان. الزويته ديالنا جوج مغرفات ديال الزيت بلديه وبسم الله المليحه على حسب. غنعملوها في هذا القنيت هذا وبسم الله نبداو العجينه ديالنا. نكبوا الماء دافي هنايا ما تعملوهمش سخونين بزاف باش ما يقتلوا لك شي الخميره ديالك ها هي فين هي بسم الله. ونبداو مع العجينه ديالنا احنا ما غادي نتعبوش فيها هاد العجينه ابدا. غندخل الطحين هيدا عادك نمشي لهداك الطريف اللي فيه الملحه حيت الملحه مع الخميره كيقتلها. وندخل هذا كله هيدا عاد ندخل الجهه ديال الملح على قبل الملحه الا تخلطت مع هذاك كتقتلنا العجينه ديالنا. بغيتو تعملوا مغرفه العسل المغرفه السكر بحق هذاك الشيء كلشي غير زايد الصراحه الله هذاك الشيء كلشي غير زايد. هاد وعاد هاد القمح هذا حلو والله بسم الله. دابا عاد كنفزك فين هي المليحه ودابا غنخلطها كامله ماشي غادي ندلكها بزاف غير غادي ندخل كلشي مع بعضيته ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. وديك الساعه كنزولوا منها الهواء وندلكوها واحد شويه شي جوج دقائق ولا خمسة دقائق الا بزاف وكنخليوها. والله الا كتجي غزاله غزاله كتحمق العجينه هذه. كنخليوها خفيفه شويش الحق الماء شويه بشويه كنكبوه عليها ما كنقول لكمش القياس الصراحة في العجين كل واحد كيعمل على حسب اللي رشقت له. غادي عندلك عي شوية هيدا باش تجمع لي كاملة صافي. وغادي نخليها خصني ضروري يدخل حيت هادي بالنخالة ديالها بكلشي كتشرب الماء وخصنا ضروري ندخلو فيها كلشي مزيان عاد نخليوها تخمر. والعجينة أنا قلتلكم دابا غادي نخفها واحد شوية بسم الله. ودابا غادي نعجنها هيدا شويه تندخل لها هاد المويه الا شفت باقي خص الماء غنزيد. شفت هو هذاك نابين عليه السلام على قبال هاد العجينه هادي واخا نطلعوها من الاول شويه شقسيسحه ماشي بزاف غير شي شويه ولكن من بعد خصنا نخفوها حيت النخاله هاد الطحين الزرع كلشي كيعرفو كيشرب وكتجي الخبيزه ديالو غزاله هشيشه. جربوا هادي ما غتتعبوا فيها ما حتى حاجه. انا ما بغيتش زعما نقطع الفيديو باش تشوفوا راه ديك الماء كله غيدخل وغتولي غزاله وملي كتخمر كتعطي واحد المنظر كيحمق على لذيذه 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 والسالم. هايدا غنخليها كيف كتشوفوها ومي عتخمر غتشوفوها غتزيد تشرب. الا شنا شربت بزاف عاود نزيدو لها شويه د الماء شنا بقات غير هيدا غنخليوه
صافي هذه العجينه ديالي ما غنعجناش اكثر بحال اللي كتشوفوا دابا. ها هي، وملي كنجيو نعملوا الخبيزات ديالنا حتى كتخمر ديك الساعه كندهنوا يدنا بالزيت وكنبقاو نعملوا الكويرات ديالنا بالخبيزات قداش ما بغيتو، بغيتو كبيره كبيره، بغيتو صغار صغار، انا غنعملو معي صغيورين وان شاء الله يا ربي تعجبكم. سهله ما عاد تعبوا فيها ما والو، لا ماكينه لا حتى شي حاجه، وهانتوما عاد تشوفوا الاخر كيفاش عاد تجي ان شاء الله. هانتوما حبايبي كنعمل يدي في الماء، هيدا في الماء اللي عدلت هيدا، وكنضرب عليها هيدا. هانتوما كتشوفوا الخبيزه ديالي هيدا، كنعمل لك هاد هيدا باش كي باش ما كيبقاش كيلصق في اليد من فوق. ودابا غادي نغطيها بهاد البلاستيك غذائي وغادي ان شاء الله نعمل عليها الفويطه ونخليها تخمر في واحد المويطه سخيخان. انا ندخلها الفران، دفيته واحد شويه وغادي ندخلها في الفران، وملي تخمر غنوريها لكم باش نعملوا الكريسات ديالنا. حبيبي هالخبيزه ديالي بسم الله نزولوا لها بلاستيك نوريها لكم. ها شوفوا كيفاش خامره ما شاء الله. نعمل يدي هيدا في هذا الطحين، ماشي طحين غير النخاله باش نخرج هاد ما نضيعوش بزاف. سيبها نغسل يدي نجي. حبيبي ها هي الخبيزه ديالي بسم الله، دهن يدي بالماء خافوشي منه، خاص الزرع بالنخالة ديالو الكامل بكلشي ديالو. تشوفوا هيدا واخا يلصق في يدك ما كاين حتى شي مشكل، قد ما جات خفيفه كتجي غزاله هشيشه. بسم الله دابا نعمل الخبيزات ديالي نوريهم لكم ان شاء الله. من عين مويه بسم الله. الخبيزات حبايبي عملوهم كيف مرش قتلكم نتوما، بغيتو كبار كبار بغيتو صغار صغار. كنشبر النخاله ديالي من تحت ومن فوق هيدا، من تحت ومن فوق بسم الله. نزله في الصينيه ديالي نقرب باش تشوفوا معايا، قربوها من هنايا. المرة الثانية خليوها غير 10 دقايق ولا شي اللي قدرتو، غير زعما ماشي ضروري بزاف حيت كيخمر مزيان ها النخالة ديالي. كنزيد نعملها عاود هذاك على حسبكم نتوما اللي بغيتو، كتعجبكم بالبطيعة ولا بلا بطيعة، اللي بغيتو تعملوه عملو. هاي الخبيزة ديالي حبيبي، ودابا عاود نعمل أخرى. دايما يدي بالماء باش ماي يلصق لي شي بزاف، ها كيخرجوا معاوطين. ها بسم الله عاود نعملو في النخاله ديالنا، غنعمل واحد شويه هيدا في الصينيه ديالي وكنضرب عليها هيدا على كل واحد على حسب اللي يبغي. انا قلت لكم ماشي ضروري زعما بزاف ولا اللي كتعجبو البطيعه، واخا يقدر يخليها عالية شويش، واللي ما كتعجبوش البطيعة وليداتي عملوها رقيقة. انا كنعملها ديريكت في النخالة، نقرب من عندكم هنايا. كنعملها ديريكت في النخالة هيدا كيف ما كتشوفوا هيدا، عقلوا على البجيوي ديالها وكننزل صافي. صراحة والله لا اسهل ما هو، ماشي زعما انتك شي حاجه اللي العالم اخر الخبيزه الزرع سهله، بزاف ديال الناس كيقولوا ما كتصدقش معاهم. ها والله الا كتجي غزي ولا ما شاء الله، وكثير دابا بهذا الشيء اللي خرج ما شاء الله كيسهلوا لك الحاجه فيما دخلتي، كتجبل الخير ربي موجود والحمد لله كل شيء حدق في المغرب. حبيبي هالخبيزه ديالي من بعد ما عودتها وعملتها في السوينيات، ها هي فين هي،
شويه غنخلي هيدا وشويه غنخليه عادي كيف ما كتشوفوا. هاو عملت جوج د باغيتاس، باغيت سهله كلشي كيعرف كيفاش يلويها. كنطلق شويه شمق الكوره، ها هي فين هي، عندي جويجات عملت اربعه عاديين هيدا واربعه غنزوقهم هاد الميكوتشيه اللي حتى حاجه كنشبر هذا اللي كنجمعوا به العجينه. ها نتوما كتشوفوا كنعمل له هيدا، بسم الله هيدا، ونعمل هيدا ضغطو مزيان ونبقى نعوض الخبيزه ديالي. هي ملي كتخمر ما كتبقاش بزاف بالحق، واخا كل واحد يعمل على حسب اللي بغى. ها هي الخبيزه ديالي دابا غنغطيها تخمر ان شاء الله يا ربي، وملي طيب نوريها لكم وجربوها كتجي غزاله وسهله. شفتوا ما كاين لا تعب لا حتى حاجه، واللي كتقول ما كتصدقلو شي غير يجرب هاد الوصفه غتصدقلو 100%، وكنعاهدكم غتصدق لكم. اسهل خبيزه بالشعيره ولا الزرع بكل شيء ديالو هي هادي، ما كتعب فيها ما والو، غير الخميره خليوها تخمر مره الاولى ومره الثانيه، مره الثانيه ما تخليوهاش بزاف بالحق، ضروري تخمر، وديك الخميره هي اللي كتزيد تفشوشه ان شاء الله يا ربي. ونتمنى تعجبكم تكون حسن الظن ليكم. هذا زبقتم من الاولى انتم كتشوفوا علي مخمرين. دابا نزيد معي واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه والفرن عندي كيسخن، وان شاء الله يا ربي ما يتم غنوريها لكم ان شاء الله تعجبكم حبيبي. بسم الله نشوفوا الباغيت ديالنا، ها هي فيها خمرت حيت هي الاولانيه، ها هي خمرت ودابا ان شاء الله نخشيها في الفران. هادي بقى شي شويه لا بدات كتطلع، ها هي مزيانه، وانا دابا ان شاء الله نعملها في الفران ونوريها لكم. ها نتوما حبيبي ها الخبيزه ديالي، ها باغيت ديالي شوفوها كيف النية، ها هي طيبه غزاله. انا عملت جوج، وحده كلينا فيها النص وحده نزلتها، وهادي الخبيزه عاديه ها نتوما كتشوفوا خبيزة اللي عملنا، واحدة مشقوقة واحدة لا عادية بحال هيدا. وهي أنا مقطعة ونوريها لكم، هيا 800 غرام ديال الطحين ما كيخرج، تبارك الله خرج لي جوج د باكيت، تبارك الله كلينا وحدة تاع العين كاملة، وخرجوا لي هادو البطيعة اللي كنقول لكم اللي كتعجبو رقيقة على هيدا يضرب مزيان، اللي كتعجبو غير بحال هيدا بحال هيدا عادية صافي. ها هانتوما كتشوفوا عاديه بحال هيدا، تصديتوها مزيونه الحق وحده تشبع تبارك الله. نتمنى يا ربي تعجبكم تكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وها هي انا الفطيور الزويته عندي بلديه بالحلبه والقرنفل، عندي بزاف ديال العشب ها هما كيظهروش بزاف، المعدن وسيابس ولا القصبور ولا شنو الزريعه. انا عملت الزويته هنايا، ها شوفوا الزويته، شوفوا هذه بلديه 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 هانتوما حبايبي، وسخيخنا تبارك الله مع هاد الزويته وبريره. اذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، وشاركوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم، وجزاكم الله الله يرحم لكم الوالدين. ونتمنى يا ربي تكونوا بخير والسعاده ان شاء الله، ويوزع علينا ربي هاد الوباء ويرجعوا لمن مجاريه ان شاء الله يا ربي، ونكونوا احسن في احسن واحسن ناس، ونكونوا خدينا الدرس من الحياه اللبيده زعما الحياه ان شاء الله يا ربي. ويا رب يا رب تغفر لنا وتسمح علينا يا رب العالمين، وتثبتنا على افعالنا وينبهنا لعيوبنا قبل ما نتنبهوا العيوب ديال الناس ان شاء الله يا ربي. ودابا الله يرحم الوالدين، غنطلب منكم واحد الطلب مشتركين دا شهيوات ام سليمان جزاكم الله، كنطلب منكم واحد العويل صاحبتي كيغني خاصو يتشهر مسيكن ونزل في اليوتيوب، ودابا طلب مني زعما نعمل شويه الاشهار اللي قدر وساعدو ربي يضرب على الجرس. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، وهو سميتو محمد، وديك الاسم اللي عمل ديال داكشي ديالو ما بقيتش عاقله بالحق، انا غنزل لكم في الصندوق الوصف، وانتوما دخلوا شاركوا ما كرهتش تعاونوه وتسندوه العايل دريوش وضريف، والامنيه ديالو هي هذه الله بحال وليدات المسلمين كاملين، الله اللي يبغى شي حاجه الله يعاونه ويعينه، الله يحجبهم الله
الله ينبهم طريق الخير لينا وليهم وليداتنا وليدات جميع الامه. وصافي حبايبي ما تنسونيش وما تنساوش تشاركوا مع هذاك العوي المسيكن، ان شاء الله عنده 21 سنه وخصو يحل الطريق ديالو، الله يعاونو مسيكن، الله يحفظو حتى هو ويحفظ وليدات المسلمين. وشكرا حبيبي، ونتمنى على ربي تكونوا بالصحه والعافيه ان شاء الله، وتكونوا احسن في احسن ان شاء الله يا ربي، هالخبيزه والزويته، ونتمنى على ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. حبيبي انا نوريكم الخبيزه ديالي، ها انتما هاي، لا دلك لا والو، ها كتشوفوها وكتجي غزاله هشيشه ورطيبه، شوفوا كتشوفوا البطيعه ديالها غزاله، ما معجنه ما حتى شي حاجه، ها انتما كتشوفوا بعويناتكم. ها نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وحط طريوشات من باقيت حتى هو انا نوري لكم، ها كتشوفوا كتحمق، نتمنى يا ربي تعجبكم.